محمد سعفان وزير القوى العامله معانا دلوقتي على الهاتف علشان هنعرف منه تفاصيل المؤتمر اللي هيقام اليوم بخصوص زياده العلاوه. اهلا بيك يا فندم وصباح الخير. الو 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 اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير. عايزين تفاصيل في صباح الورد بخصوص المؤتمر اللي حضرتك هتعقده النهارده. هو طبعا كان في مبادره تمت بالنسبه للقطاع الخاص بالنسبه للعلاوه الاجتماعيه، وهذه المبادره اللي كان بيتزعمها هو المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر. ويعني هذه المبادره تم توقيعها في حضور السيد رئيس الوزراء، وده يعني تفعيل لهذه المبادره بعقد اتفاقيات مع بعض الشركات، وده بيأكد ان النهارده اصحاب الاعمال بالفعل هم بيفكروا في المجتمع المصري وكيفية دعم هذا المجتمع من خلال دعم عمالهم، عشان ده اللي مطلوب مننا كلنا ان احنا نتكاتف في هذه المرحلة. ودي احنا بنشكر اصحاب الاعمال، ويعني دي رسالة بنبعتها لكل اصحاب الاعمال عشان يحذو حذو نفس هذه الشركات. نعم. سيادة الوزير، موضوع زيادة العلاوة، ايه الفايدة اللي هتعود على العاملين؟ هو العلاوة معمولة بحد ادنى 165 جنيه وحد اقصى 330 جنيه، وهتبدأ من 1/7/2017. دكتور من فضلك، يعني النهاردة هننتهي من الموضوع ده ولا لسه هيبقى فيه جلسات نقاش؟ لا خلاص، هو المبادرة اتقدمت بالفعل، والمبادرة بعد كده بتبقى متاحة لكل الشركات طبقا لظروفها. فدي يعني ثمار هذه المبادرة، واحنا بنقول هذه الاتفاقيات بتؤكد ان اصحاب الاعمال النهاردة حريصين على عمال. معالي الوزير، ماذا لو لم تلتزم الشركات؟ احنا يعني زي ما بنقول احنا عايزين هذا المناخ وهذه الفترة تبقى فترة توافق بيننا وبين بعض. فاحنا النهاردة لو لقينا حد من اصحاب الاعمال عنده القدرة المالية انه يصرف العلاوه وما صرفهاش، هنبتدي نقعد معاه ونتفاوض معاه الى ان يتم اقناعه بصرف هذه العلاوه. يعني من البدايه حضرتك من البدايه مش حاطين اجراءات لحمايه تنفيذ القرارات دي؟ لا، احنا هي دي مبادره اساسا، فالمبادره ليها شروط معينه. أيوة. الشروط دي اذا انطبقت على صاحب العمل، احنا عندنا مديريات قوى العامله في كل المحافظات بتتابع مع اصحاب الاعمال ومع الشركات، ولو لقينا شركة عندها القدرة المالية والشروط المبادرة تنطبق عليها ولم تلتزم بالصرف. أيوة. هيبقى في جلسة مفاوضة مع هذه الشركة عشان نبتدي يعني ندفعها انها تصرف للعمال هذه العلاوة باسلوب وبنظام التفاوض. سيادة الوزير، يعني ما ينفعش حضرتك تبقى معانا وما اسألكش عن الكارثة اللي حصلت في مصنع اسمنت اسوان، وانا عارفة ان حضرتك عامل اجتماع قريب خلال يومين كده، يوم الخميس تحديدا. هو طبعا الموضوع لما حصل الواقعة نفسها أثارت العمال، والعمال يعني عملوا إضراب عن العمل، وطبعا تم حبس 10 عمال. بعد كده يعني لما تواصلنا مع المحافظة ومع المحامي العام والنيابة تم الإفراج عن العمال. وطبعا بعد كده بتقوم مديرية قوى عاملة أسوان الأستاذ حسن رداد بمتابعة مستحقات وتعويضات خاصة بالعمال اللي توفوا. وطبعا ما ينفعش إن يمر علينا حدث زي ده وما نبتديش ناخد الخطوات والآليات عشان نبتدي نضع المعايير اللي بسببها ما نأديش إلى وفاة عامل واحد. وده يعني سبب الاجتماع بتاع يوم الخميس ان احنا هنجتمع مع بعض رؤساء مجالس ادارات شركات. وصلتوا لكام يا فندم؟ يعني دكتور محمد، وصلتوا لكام؟ يعني يمكن كان في مبلغ تعويضي يعتبر برضه هزيل، وهو 100,000 جنيه عن كل وفاة الشركة كانت بتقترحه، فوصلتوا لكام؟ وصلنا لتعويض 250,000 وتعيين ابنه، ولسه برضه التفاوض ما زال قائم لغاية دلوقتي. هل المبلغ ده هيكون مرضي يا فندم؟ انا شخصيا مش راضي عنه، يعني هذا المبلغ انا شخصيا مش راضي عنه. لكن طبعا انت بتبقى قدامك الاسره، فممكن الاسره يعني من وراكي تمضي بانها موافقه،
فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا كلنا كاطراف نكون متفقين على ان زي ما حضرتك قلتي تعويض مرضي. ويمكن هم لما طرحوا تعيين ابنائهم في الشركه طبعا دي بتخلي الاسر يعني سليم شويه، لكن احنا ما زلنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نرفع برضه ال 250. دكتور محمد، معايير السلامه في المصانع دي ازاي الوزاره تقدر تراقبها؟ هو في مفتشين للسلامه بالفعل موجودين، والمفتشين دي عاملين فعلا مخالفات على هذا المصنع وفي يعني عدم التزام، ولكن طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يمكن بالحوار مع اصحاب الاعمال، ويمكن الاجتماع اللي هيبقى يوم الخميس ده ان شاء الله هيطلع منه مجموعه من المعايير والاليات تعتبر كقرار ملزم لكل شركات الاسمنت لما يجوا يعملوا عمليه صيانه اللي ممكن تعرض العمال للخطر لازم يلتزموا ببعض المعايير، وهذه المعايير هتبقى ملزمه على الجميع باتفاقهم جميعا. تمام، نشكر حضرتك. البعض يا فندم كان بيقول ان هذا المصنع مملوك لاحد اعضاء مجلس النواب، هل هو مارس اي ضغوط على الوزاره؟ انا بغض النظر، لا، مساله ممارسه ضغوط والكلام ده مرفوض تماما. انتوا عارفين النهارده مصر بعد الثورتين الوضع مختلف تماما، بالعكس اللي بيعمل غلط بيحاول يتدارى بقدر الامكان. لكن احنا بنقول ايه؟ احنا النهارده لما يبقى في واقعه زي دي وصلت الينا وابتدينا نتفاعل معاها عشان نضع الاليات مش في المصنع ده بس، لا، في صناعه الاسمنت بالكامل. اللي بتطبق اسلوب الصيانه بهذا الشكل هيبقى في اليات ومعايير توضع من خلال هذا الاجتماع ويتم اقرارها، وبناء عليها تصبح بعد كده قرار ملزم لكل المصانع اثناء قيامها بعمليه الصيانه يجب ان تلتزم بهذه المعايير وهذه الاليات. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سعفان، وزير القوى العامله.